اهلا بكم في هذا الفيديو. راح نتعلم كيفية تصميم اعلان مطعم بشكل احترافي وبسيط على برنامج وورد. تابعونا. اهلا بكم من جديد. في البداية طبعا راح يكون هذا الاعلان هو للسوشيال ميديا، ويفضل اعلانات السوشيال ميديا تكون بمقاس مربع، وافضل مقاس مربع في الوورد هو 20 في 20 سنتيمتر. فنذهب الى قائمة تخطيط، ومن ثم الحجم، ومن ثم احجام الورق الاضافية، وطبعا راح يكون 20 للعرض و20 للارتفاع، ومن ثم موافق. راح نصغر قليلا من خلال علامة الناقص بهذه الطريقة. الان راح نضيف الباك جراوند من خلال ادراج صورة، راح نضيف هذه الخلفية باللون الاحمر، طبعا نضغط عليها كليك ايمن والتفاف النص، ومن ثم نختار خلف النص حتى نقدر نحرك الصورة بحرية. الان من ادراج صورة راح نختار الصورة الاخرى اللي هي هذه الصورة رقم 2، وطبعا ايضا من تنسيق التفاف النص ونختار امام النص. راح نكبر الصورة بهذه الطريقة. جيد، الان من ادراج صورة راح نختار الصورة رقم 3، ايضا من التفاف النص امام النص، وراح نكبر الصورة بهذه الطريقة طبعا. جيد، الان ايضا من ادراج صورة راح نختار الصورة رقم 4، وطبعا من التفاف النص امام النص ايضا راح نكبر الصورة بحيث تكون بهذه الطريقة. الخطوة التالية راح نضيف صورة الهمبرجر من ادراج، وايضا صورة ايضا من التفاف النص امام النص بهذه الطريقة طبعا، هذا الشكل. ممتاز، الان من ادراج مربع نص، رسم مربع نص، وراح نكتب، وطبعا راح نكبر حجم النص ونختار نوع خط وليكن هذا الخط، طبعا راح نكبر الحجم، وطبعا توسيط ايضا راح نكبر الحجم مثلا ممكن بهذه الطريقة. الان حتى نتخلص من لون الخلفية راح نروح الى تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي. راح نغير لون الخط، نختار مثلا لون ابيض، وطبعا برجر ممكن يكون لون اصفر بهذه الطريقة. وطبعا راح نضيف من ادراج اشكال، راح نضيف شكل بهذه الطريقة هنا، وراح يكون باللون مثلا الاسود او الاخضر، او لا بأس يكون باللون الاصفر بهذه الطريقة. والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي، وممكن هذا النص نفسه نستنسخ هذا النص، طبعا نضغط على كنترول ونبقى ضاغطين على الكنترول ونسحب، راح نخليه باللون الاحمر، ونكتب عبارة تسويقية طبعا شفت وتاء بهذه الطريقة. طبعا لا بأس من تنسيق تأثيرات النص، ظل نختار مثلا هذا الظل، وايضا هنا طبعا النص ايضا من تنسيق تأثيرات النص ظل، ممكن نختار هذا الظل ايضا ينطينا لمسة. جيد، الان من قائمة ادراج صورة راح نضيف صورة الدليفري ايضا من التفاف النص امام النص، راح نصغر الصورة بهذه الطريقة طبعا، خليها هنا، وطبعا راح نستنسخ هذا النص ونكتب رقم، طبعا رقم التوصيل وليكن رقم عشوائي، راح نغير الفونت بحيث يكون النص انجليزي بهذه الطريقة، وطبعا راح نختار اللون
أصفر، ممكن يكون أصفر لطيف بهذه الطريقة وبهذا الشكل. ولا بأس ممكن نضيف عنوان، نصغر ونكتب مثلا بغداد الكرات مثلا، لا على التعيين، عنوان يعني وهمي فقط للتصميم بهذا الشكل. ولا بأس ايضا يصغر شوية بهذا الشكل. الان راح نحدد النص مع الرقم، طبعا نضغط على شيفت ونحدد الصورة، صورة الدليفري. طبعا احنا ضاغطين على شيفت وحددناها كلهن، راح ندنيهن بهذه الطريقة بحيث يكونن بهذا المكان. مثل ما نلاحظ الان اصبح عندنا اعلان احترافي ومتقن بنفس الوقت.